أكد فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان خطيب جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي أن احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية فرصة لتجديد الولاء للوطن عملا وإخلاصا وتفانيا، والبيعة والولاء للقيادة الكريمة نصحا وطاعة وتعاونا ومؤازرة. تعيش مملكتنا الغالية البحرين في هذه الأيام مناسبات عزيزة غالية على نفوسنا، ألا وهي احتفالاتها بذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس الأول أحمد الفاتح رحمه الله ككيان عربي إسلامي عام 1783 للميلاد، والذكرى الحادية والعشرين لتسلم جلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد، والذكرى السادسة ليوم الشهيد، وذكرى يوم الشرطة البحرينية البواسل الأوفياء، وذكرى يوم المرأة البحرينية، وهي أيام عزيزة على نفوسنا يتأكد فيها الولاء للوطن عملاً وإخلاصاً وجداً وبناءً ودفاعاً وتفانياً، وتجدد فيها البيعة والولاء للقيادة الكريمة نصحاً وطاعةً وتعاوناً ومؤازرةً.